ينضم إلي الآن من بيروت علي عسكر، رئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى تالر أو إس. أهلا وسهلا فيك علي، وشكرا لحضورك معنا هذا الصباح. لابد أن أسألك طبعا عن هذه الخطوة التي تقوم بها السلطات في الولايات المتحدة على موضوع تذر. هناك قضية جنائية محتملة، يمكن ما ممكن أن تكون أثارها على سوق التشفير، علما بأنه الخطوات التي تحاسب عليها تذر الآن كانت تمت قبل سنوات من الآن؟ أولا صباح الخير صبا. بموضوع التذر تحديدا والفضل اللي عم يطلع حواليها تذر، من المرة المرة الـ 14 هيدي اللي بترفع نفس الدعوة على تذر بحالة أو بحالة تزوير المعاملات بالعملات الرقمية أو عدم اعتباء أو تهرب من الحقائق بالأحرى. نفس الخبرية هي ذاتها بنسمعها صار لها من 2016 تقريبا، واحدة من أربعة كيسز، واحدة من أربعة فادز، إيذر تذر عم تزور اوراق او تذر امباكت، هي واحدة منهم. اثنين، تشاينا بانز كريبتو كرنسي، انديا بانز كريبتو كرنسي، الخبريه بتكون البيتكوين انتهت. فنفس الخبريه بترجع بتطلع كل مره. لكن في حال الفيدرالي او الخزينه الامريكيه اتجهت نحو بالفعل نحو دعوه ونحو او بالاحرى نحو عمل قضائي باتجاه تذر، تاثيراتها حتكون ضربه موجعه نحو البيتكوين، لكن بطبيعه الحال صح توجع، بس بنهاية الأمر رح يرجع يكمل الماركت بغض النظر شو ما صار، يعني حيرجع يصلح نفسه بنفسه وحيرجع يصلح. هل تتوقع أنه هاي المرة غير المرات اللي قبلها؟ للصراحة مثل المرات اللي قبلها، بكل مرة عم نرجع نعيد نفس القصة، هي ذاتها كل مرة بترجع بتكرر نفسها. وشو السبب؟ شو السبب إنه بترجع بتطلع كل مرة موضوع علاقة تذر ب المعاملات اللي تمت على بيتكوين؟ تذر مشكلتها الأكبر هي ارتباطها بالحكومة الصينية غير معلن، أو ارتباطها بالشركات الصينية غير معلنة. مثل ما بنعرف نحن تقريباً أكثر من 50% من الموجودات عندها توضع بشكل لونز أو بشكل corporate debts للشرك أو لبعض الشرك. لكن حسب ما يتبين مع بعض الأماتورز أو الهواة على تويتر، تبين معهم أنه هيدي أغلب هيدا اللونز عم تروح لشركة واحدة بالصين اللي هي تعنى بالتطوير العقاري. ومثل ما شفنا من يومين تقريبا او من حوالي الاسبوع تقريبا، لما الحكومه الصينيه طلبت من كل الشركات العقاريه تزودها بكل الاسيتس تبعها او كل اللونز تعولها كل شهر بشهره، فبالتالي بطلت التذر قادره تزود هيدي الشركات العقاريه بالديون مثل ما عم بيصير، فبالتالي اضطرت توقف المينتينج او الطبع بالاحرى طبع الالكتروني لهيدي العملات. فهو إذا عرف السبب بطل العجب، صح؟ خلينا نسألك طيب على الحركة اللي شفناها مؤخرا على بيتكوين. كنا شفنا تراجع لدون 30,000، 29,000 وشوي، وبعدين الأسبوع الماضي أو بداية هذا الأسبوع حقيقة رجع طلع لتقريبا 40,000. كان في أخبار نفتها اليوم أمازون، بس لكن أيضا صلحني إذا أنا غلطان، صار في كتير كوفرينج لبوزيشنز أو عمليات كانت محطوطة بيع على المكشوف تم تغطيتها، وبالتالي رفعت العملة مرة تانية. صحيح. فما في فاندمنتال هلأ يعني اللي بترفع بيتكوين بالوقت الحاضر؟ الحقيقة الحقيقة اللي رفع السعر هو العرض والطلب الفعلي بالشورت سكويز اللي صار، يعني مثل ما نحن بنعرف معظم التداول على العملات الرقمية بيصير على الفيوتشرز وعلى الديريفيتيفز تبع البيتكوين، او معظم التداول مش بحالة التريدينج عم نحكي. لما صار في عندنا كمية شورتس كتير كبيرة، اضطرت او بالاحرى اي ماركت اوردر اجى من بعد هيدي الشورتس الكمية الكبيرة ادى مثل سنوبول افكت عملها، فبالتالي مثل تدحرجت كرة ثلج وأدت لهذا الشورت سكويز اللي شبق سعره. زيما بنفس الوقت اللي هو إشاعة طلع أحد التويتر يوزرز حتى أو أحد هواة التويتر مع أحد الصحفيين اللي انتحل صفة أنه هو أمازون إكزيكتيف، وخبروا أنه نحن حنبلش نستعمل بيتكوين ابتداء من السنة القادمة، وبالفعل هي دوكيومنتد، كتب كل شيء موجود عنده بلحظة اللي كتبها على التويتر. ومن هون مثل انتشرت الخبرية وصارت مثل نوع من الخبرية المضحكة على التويتر، كيف استغل الإعلام. نعم. واستغلتها الإعلام لحتى عملت بامب أكثر للعملات الرقمية. علي شكرا لك، أثار الحديث ومعك وحلو كثير، لكن مع الأسف الكونكشن مش كثير مضبوطة وعم بيقطش الصوت كل الوقت. بنعيدها مرة ثانية إن شاء الله بعد. شكرا جزيلا لك علي عسكر.